في الجهة اليمنى، خطير شاعر، خطير شاعر، والقائم والهدف الأول. جول 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 جول. النصر الجديد، هنر داود، وانطلاقة رائعة، تصويبة في القائم الأيسر، ولكن عادت على قدم سامح. رامي أبو خديجة، فرصة مواتية، والثاني جول 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 جديد، والهدف الثاني بلعبة ثلاثية مرتدة والأروع بالرامي وابو خراج. خطير فراج، مهاري فراج، يدخل منطقة الجزاء، محمد فراج، والهدف جول. هدف تقليص الفارق قبل الدقيقة 60، هكذا أرادها الهلاليين أو الهلاليون، بأي شيء تريدها يا حمادة يا مرعبة. حمادة مرعبة يرد، والهدف. هذا هو مكانك يا فراج، هذا هو مكانك يا فراج، مكانك سامحني مش مدافع، مكانك هان، مكانك في الصناعة، مكانك في المراوغات، مكانك في شوية ثواني. ممتاز زيد، زيد يا زيد، زيد يا زيد، والهدف الثالث جول. زيد هو أخو عبيدة، زيد هو أخو عبيدة، وزيد هو أخو شهاب القنبر. الهدف الثالث للنسور. غني يا نسور أناشيدك. يفعلها زيد القنبر، يخطف كرة في مرتين ثم من أمام الحارس.